بالحضور القوي على مسطره الميدان بيان القنيص الاحمر وفريق الفتح الرياضي الرباطي الحاضر اليوم بطموحات من اجل تقديم مباراه الجيسات البحث عن الحلول. الانطلاقه فرض السيطره 15 دقيقه الاولى الشوط الماضي لاختبار قدرات دفاع الخصم وايضا للوقوف على مدى الاستعانه بجيكس مودا جاكو اللي حاول ينطلق الكره ديالو من جنوب الاسراف الحرباطي كانت دفاعيه ولكن الان يبادر على الخط الامامي كره من جيكس اتاكوس يصبو لاستغلالها كره عاليه كرة تلف داخل منطقة الجزاء محاولة الإنزال وبعد الخطورة من جانب الحارس تعود مرة أخرى من جانب عناصر الوداد اللي كيحاول ما أمكن هو دفاع ديال فريق الفتح الرباطي اللي كيحاول ما أمكن أنه يبعد الخطورة ديال الهجمات الودادية خاصة الجهة اليسرى شفنا الانطلاقة ديال يحيى عطيت الله كانت انطلاقة المترابطة الصغيرة تأتي من جانب عناصر فريق الوداد العملود العملود يحيى جبران يرجع كرة لأحسن زولا بودوف الوداد كرة الآن خط الوسط مدير الجهة اليمنى مناجم يحاول ما كان أنه يمرر ولكن ما مشاش كرة بشكل اللي كان كيكون مناجم تاس كرة مباشرة كان كيقول غدا بتنافسيه شديده بين الفرق الوطنيه الى غايه الدوره الاخيره والى غايه اللحظات الاخيره في الدوره الاخيره حيث تم حسم الامر فريق ذكر بانه فريق الوداد الرياضي الموسم الماضي 66 نقطه منها بها تفاصيل الدوري في فريق الجيش الملكي منها الدوري ب 67 نقطه فارق نقطه واحده التلفون ديال زكريا دراوي مع الكرة الآن عند الفتح أنس باش قام تمرير أيوب قاسمي راه عثور رجعت الكرة لصالح فريق كرة خط الوسط جبران يرجع الكرة ديالو الخلف ضيق ما بقاش الحل ضاعت له رجعت كرة من جديد لصنع عناصر فريق الوداد التغطية تعود للفتح الرباطي ترابطات صغيره ناس باش اختار كره لجيمس من الجهه اليسرى يحاول يمر ولكن في اخر مطاف الى خارج الخط الجانبي الملعب الرياضي الرباطي سجل 36 هدفا كره اماميه للفاتح المحاوله الان على مستوى الخط الامامي انتقاص الانتصارات انتقاص ايضا مساله حمله الدفاعي بتواجد النادي البوسل ايضا تواجد اللاعب حمزه النوري تمريره داخل منطقه الجزاء راسيه مباشره الى خارج الخط الخلفي انزل بهذا الشكل هجمة مرتدة مضادة من جانب فريق الفتح الرياضي الرباطي بإمكانية الاستثمار من أنس باش تصويبة كرة ممتازة كلها لقطة الهدف راسية تشكل فيها هجمة مرتدة مضادة تشيل مناح ينطلق أيوب يبحث عن الانطلاقة الهجومية من جانب اليسرى ولكن في آخر المطاف التأدية المثالية من زكريا دراوي اللي عمل مرور تقريبا 26 دقيقة صفر مقابل صفر بين الطرفين اخذتنا الكره بين اقدام اللاعبين ونحن نشاهد المحاولات والاصرار ولكن ايضا نشاهد الحذر الذي يبدو انه طال طوال 26 دقيقه بشكل جيد كره اماميه تحضير عملود هدوء الكره ديالو للفتح الرباطي فتح الرباطي اعتقد انه من خلال المترابطه الصغيره والهجمات المرتده بامكانه يخلق الفريق فؤاد ايوب مناح يحاول يوصل كره تمريره جانبيه فرصه تشجيع لجعل عناصر فريق الوداد الرياضي يتالقون ويعودون في اللقاء كره ملعوبه اماميه وداديه هذه فرصه لصالح فريق الفتح الرباطي يخرج الكره بهذا الشكل هذا الاعتماد على التمرير المطول الامامي ولكن ما كملش الكره بشكل مناسب كره لصالح عناصر فريق الفتح الرباطي هذه التمريرات لعبت بهذا الشكل اخر تماس لصالح فريق الوداد لاحظوا الشراسه من اجل الحصول على الكره ولكن الفعاليه ترهيب رجعت كره عند كره ملعوبه الان على مستوى خط الوسط البحث عن التمرير لاحظوا المترابطه الصغيره شراك مروان العز
كره اماميه حكم كيقول وصل لنا العديد العديد من الانديه الوطنيه اللي لقات صعوبه ولقات صعوبه بالغه من اجل الخروج من المنطقه ديال المصباح الاحمر اللي كانت طبعا الحال كانت الفرصه اللي يمكن ان نستثمر في الخط الامامي. الليبيري ويليام جيبور من الاسماء الموجوده في مدرجات صار وجال رفقة فريق الوداد مع النصر مع ريوس خبرة مهمة راكبها لسنوات أيضا كانت حاضرة رفقة فريق الدفاع الحسن الجديدي الذي بصم فيها على أداء قوي على حضور متميز. هنا كرة أمامية محاولة من جهة فريق الفتح الرياضي الرباطي لتلقى بهذه الشكل الثواني انتهى الوقت الذي أضافه الحكم كوقت بدل ضائع تنفذ هذه الكرة داخل منطقة الجزاء بعد أن تصيب تصويبة الى خارج رقعة الميدان من الفتح الرياضي الرباطي وطموح تحقيق النتيجة المرضية. كرة ملعوبة الان رجال فريق الفتح الرياضي الرباطي اللي يزال يظهر على انه هنالك تغطية رجال فريق الوداد الرياضي استعانة بخبرة جيمس مودي تشاكو اللي انطلق من الجهة اليسرى جدا كسر الامام كلاعب اللي يعطيه. إذا نذكر بأنه الهدف الأول حمزة النوري والهدف الثاني أيوب نناح لاعبان تم وضعهما في الخط الأمامي من جانب فريق الفتح الرباطي كحق الوداد. تحضير من جديد على مستوى خط الدفاع تعود مرة أخرى لصنع عناصر فريق الوداد الرياضي. لاحظوا هنا كرة من جديد الانطلاق على مستوى خط الوسط لكن ضيعة جبران للوداد من خلال التحضير والمحاولات الهجومية للوداد. الوداد الذي الآن يقوم بمترابطات صغيرة كرة داخل منطقة الجزاء بعد هذا التحضير من جديد من جانب فريق الفتح الرباطي يبحثون على مرتد الهجوم الخاطف تغطية كرة في اتجاه من كرة أمامية للوداد. المقابلة ديال الفتح الرباطي مش نشتغل ما عدا جوج ديال البطاقات بلال المغيري ومادي باسل أيضا جوج ديال الأهداف أيوب مناح. كرة الآن لصالح فريق الفتح حمزة ينتقل فريق المطلوبة بدي عروف ينتقل الفريق الاتحاد الرياضي التونسي هنالك حمد الحداد يغادر اتجاه فريق الفتح الرباطي.